نتكلم حضراتكم في بعض الاخبار اللي بتخص الفريق بالتحديد عقب مباراه الامس. عقوبه قويه شويه بالنسبه لوليد ازارو اعلن عنها الجهاز الفني للنادي الاهلي، ده بسبب ان وليد ازارو اعترض امبارح على استبعاده من المباراه وبعض القرارات الخاصه بالجهاز الفني بيعترض عليها، فالنادي الاهلي ما يظهرش في هذه الامور يعني في الحقيقه، فبالتالي خلاص كان في عقوبه لوليد ازارو. من ضمن كمان الاخبار كابتن سعد حفيظ بيتكلم عن مباراه المقاولين العرب ومدى اهميه هذه المباراه يوم الاحد باذن الله تعالى، وبيقول مباراه غايه في القوه وغايه في الصعوبه واحنا مركزين فيها بشكل كبير جدا ومن ضمن اهم المباريات بالنسبه للنادي الاهلي في هذا الموسم واللي بتيجي كمان قبل مباراه النجم الساحلي، فبالتالي عشان كده ليها اهميه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب تصريحات مهمه طبعا من كابتن سعد عبد الحفيظ بعد مباراه الامس، واكيد كمان بخصوص المباراه المقبله امام المقاولون العرب والمرحله اللي جايه بصراحه كلها صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اي فريق بينافس على كل البطولات لازم كل المباريات بالنسبه له بمنتهى الجديه ومنتهى الحماس الكبير، خصوصا المباراتين اللي جايين، واحده حاسمه في الدوري والثانيه حاسمه في افريقيا، فبالتالي التركيز كل التركيز طبعا على المباراتين دول. ناخدها واحده واحده كده، الاول مباراه المقاولين وبعد كده بنركز ان شاء الله في النجم الساحلي. بالتالي مباراه المقاولين الجهاز الفني النهارده ابتدى دراسه فريق المقاولين العرب من خلال مشاهده بعض اللقطات الخاصه بهذا الفريق على مدار المباريات السابقه ليهم للوقوف على نقاط القوه والضعف وكيفيه التعامل مع هذا الفريق، خصوصا ان فريق المقاولين زي ما احنا عارفين طبعا ماشي بشكل ممتاز في بطوله الدوري هذا الموسم، وكان في اجتماع طبعا ما بين اعضاء الجهاز الفني للوقوف على كيفيه الاستعداد لهذه المباراه. في المقابل طبعا كان في مران خفيف للي شاركوا في مباراه طنطا، مران استشفائي يعني اللي شارك في المباراه ككل امبارح لهم تدريبات استشفائيه عشان يتجنبوا الاجهاد بشكل او باخر وعشان يكونوا لائقين للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بدايه من بعد بكره باذن الله تعالى. من الاخبار الساره جدا عوده وليد سليمان، بيشارك في المران الجماعي النهارده بشكل كامل والامور بالنسبه له مميزه، واحنا عارفين ان وليد كان عنده اجهاد في عضله السمانه اللي خليته طبعا ما يقدرش يشارك في مباراه بلاتينيوم، وبالتالي كمان غاب عن مباراه طنطا بالامس، لكن هو خلاص كده بقى متاح للجهاز الفني بدايه من مباراه المقاولين باذن الله تعالى. اكرامي بيواصل التدريبات الجماعيه مع الحراس بعد اصابته الاخيره ب عضله السمانه برضه شد في هذه العضله، لكن هو خلاص بقى لائق ايضا للمشاركه في التدريبات الجماعيه وبيشارك يعني امبارح والنهارده او اول امبارح والنهارده بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. الجهاز الفني كمان اطمن على جاهزيه اليو ديانج، اليو ديانج جاهز للمباراه المقبله بشكل جيد وخلاص شفي تمام الاصابه اللي لحقت به في مباراه بلاتينيوم وكانت عباره ايضا عن تقل في عضله السمانه، مهمه قوي مهمه قوي ان الاهلي يستعيد اكبر كم ممكن من لاعبيه المصابين عشان تداخل فعلا على مباريات غايه في الصعوبه والحسم كمان بكل تاكيد. انا هقرب